باستخدام العملات النقدية في المجوهرات منذ الزمن القديم، وأيضاً بتطور المجوهرات وتطور الديزاينات استمرت معانا العملات النقدية لأنها تنطي كلاسيكية للقطعة وأيضاً تزيدها فخامة وجمال. لذلك اليوم اخترنا لكم مجموعة من المجوهرات المصممة بالقطع النقدية لكن بتصميم يواكب الموضة. أول تصميم هو معانا الإسوار، ومثل ما نشوف بالصورة الإسوار عبارة عن قطعتين من السلسال، الجهة الأولى من سلاسل مرتبطة مع بعض بحجم صغير بالنص يتوسطها القطعة المعدنية، والجهة الثانية أيضا سلسال لكن بقطع مربعة كبيرة مرتبطة مع بعضها وبنهايتها القفل. هيك أنواع من الأساور جدا جميلة، ومثل ما نعرف القطع المعدنية أبد ما تروح مودتها، وأيضا مثل ما نعرف استثمار بالوقت الحالي. فعلا ميسم، الذهب مثل ما قلتي هو زينة وخزينة، وحلو أن الموضة دائما تعيد نفسها وتتجدد لكن بإضافات عصرية تخلي القطع أحلى ومواكبة للموضة. والعملات النقدية مثل ما قالت ميسم جدا دارجة، احنا بالعراق نسميها الليرات، رجعت مودتها بطرق مختلفة. ميسم ذكرت السوار، أني راح أذكر الليرات على شكل سلاسل أو جلايد لكن بطريقة التكديس، يعني ممكن نلبس أكثر من جلادة بيها ليرة لكن ممكن واحدة قصيرة واللخة أطول. مثل ما نشوف بالصورة العارضة لابسة مكدسة الجلايد بطريقة الوحدة قصيرة وواحدة أطول، ممكن نضيف لها أيضا جلادة ثالثة تطلع كلش حلوة وعصرية. الزنجير يكون بسيط سادة ورفيع، ولكن اللي يميزه هي الليرة أو القطعة النقدية حسب اللي أنت تختاروه، تطلع كلش حلوة بنفس الوقت أنتم مستثمرين في شيء حلو بنفس الوقت عصري وحديث. فعلا بنات مثل ما قلتوا الليرات حلو لانه من الترندز بالمجوهرات ما تروح مودتها، فاللي حاب يستثمر بقطعه اكو هوايه ترندز تجي وتروح، اكو ديزاينات بعد كم سنه تختفي، ولكن الليرات اثبتت وجودها عبر السنين ودائما دا تكون بديزاينات مختلفه كلش حلوه ومناسبه لملابسكم والاوتفيت اللي انتم لابسيه مهما كان. شفناها مو بس بالسلاسل والاسوارات ولكن شفناها ايضا بالاقراط، مثل ما نشوف على الصوره هذا الديزاين جدا دارج بالفتره الحاليه اللي هو عباره عن هوب او حلقه صغيره على الاذن متدلي منها قطعه فضيه بالفضه الاسترليني، الديزاين كان كلش حلو، والقطعه المعدنيه المتدليه كانت مات مو شايني فانطت طابع فينتج جدا حلو ممكن تتنسق باكثر من طريقه، ومثل ما قلنا تظل زينه وخزينه.